فضل، يمكن قبل المباراه وقبل الاستوديو حضرتك ذكرت ان هناك نقاط مهمه يحاول ان يحصل على النادي الاهلي، حصل على هذه النقاط المهمه؟ انت شايفهم ولا ايه؟ لا انت قلتهم تاني، انت ذكرتهم تاني. بص انا كنت كاتب ان هو اهم حاجه النادي الاهلي عاوز ياخد ثلاث نقاط، فوز حصل، مصطفى شوبير حصل، في سلامه اللاعبين حصل بالظبط، وكنت كمان كاتب ان كهربا يسجل او اي مهاجم يسجل. صحيح. فحسين سجل، بيرسي تاو راح كذا مره بس ما قدرش، جات لكهربا كذا فرصه برضه ما فيش، لكن حسين سجل هدف حلو ومهم. لكن النقطه اللي الصقر شرحها وهي ال 48 متر، اول ما تلاقي اللعيبه بتمشي والكره هي بتشتغل اعرف ان الفرقه دي فايقه. النادي الاهلي دلوقتي بقى خلاص بقى تحس ان انت في تمرين، يعني انا في بعض اوقات من المباراه مع احترامي طبعا لسيراميكا لكن حسيت ان كانوا تمرين، بتلاقيه قريبين جدا من بعض، بيباصوا مع بعض في مساحات ضيقه جدا، حتى كل الفرص سيراميكا. خلي بالك انا بقول حاجه اللي انت سالت فيها الصقر وماتش الوداد، وماتش الوداد هو الماتش الاهم كان فيه تكلم انفرادات من نص الملعب، الماتش ده بيلعب باقل مجهود، ده مش قصدي والله على سيراميكا طبعا مع احترامي، سيراميكا فرقه كبيره جدا واسامي كبيره واحنا اشدنا بيهم، لكن انا بتكلم ان انت عندك ماتش الوداد لا الموضوع مش هيبقى كده، هتلاقي مروان ثابت في نص الملعب مش هيتحرك كتير، مروان في اوقات معينه يمكن الصقر شرحها تحديدا في الشوط الاولاني كان عمرو وديانج ومروان جنب بعض جدا وقدام جدا، والتاني في ماتش زي ده والتاني برضه، لكن في ماتش الوداد هتلاقيهم لا مروان واقف قدام عبد المنعم وايا كان اللي هيلعب متولي هيبقى واقف قدامهم، هتلاقي في الناحيه الدفاعيه هيبقى فيها شغل اكتر. لكن احنا بنتكلم ان في اوقات كتيره من المباراه انت حسيت النادي الاهلي، يعني مثلا بص كوره زي دي انت فاهم كانه تمرين، انت بتحس انه تمرين، طبعا بيرسي كان لازم يحطها بطن رجله، في بطن رجله بالراحه جدا مش مستاهله كل ده، لكن الكوره بتاعت 58 48 متر هي اكتر حاجه تحس ان تمرين، بص كله كان على طول كانه تمرين، ما فيش اي مشكله، بتلاقي قرب المساحات تنوع بيتحركوا يعني قريبين من بعض، باصات وان تو هات كتير جدا. الناحيه الدفاعيه بقى هتلاقي دايما اللي كابتن محمد عمر وعماد قالوها، مروان موجود على طول، هتلاقي معلول طالع هتلاقي مروان بيغطي، ديانج اتقطع منه الكوره مروان بيغطي، عشان كده بقول لك ماتش الوداد هتلاقي مروان هو اللي هيقف قدام السردفكيه تامر ويفضي الحته دي كلها.